الكثير من الغموض يلف مقتل الشاب الفرنسي محمد مراح المشتبه به في شن سلسلة هجمات تولوز. مراح رحل ورحلت معه أسرار العملية التي استمرت لـ32 ساعة، لكن لماذا انتظرت عناصر شرطة التدخل السريع كل هذا الوقت لشن عملية اقتحام؟ المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولان يقول: لقد كان مسلحا وبدأ يطلق الرصاص على عناصر الشرطة باستمرار. استخدم رشاش أوتوماتيكي كولت 45 واستمر في التقدم في اتجاههم، ثم قفز من شرفة الشقة حيث أصيب بعيار ناري قاتل في الرأس من قبل ضابط من وحدة الشرطة المتخصصة. وعقب مقتل مراح تبقى التساؤلات المطروحة أن عدم استخدام الأجهزة الأمنية الفرنسية لوسائل تكنولوجية كانت قادرة على إبقائه حيا أمر غير مفهوم بتاتا. محامي مراح يقول: أعتقد أنه كان هناك احتمال آخر لمساعدته من خلال حوار لخلق ارتباط وثيق يسمح له برؤية واقعية للأمور. مراح اعتبر نفسه عضوا في تنظيم القاعدة وبرر فعلته بالثأر للأطفال الفلسطينيين والانتقام من الجيش الفرنسي لتدخلاته في الخارج.